عرفات، يا ترى ايه تعليقك على الحادث اللي راح فيه ضباط وامناء شرطه ومجندين في العريش في مبنى الامن الوطني اللي قلنا عليه امبارح وطلع حقيقه النهارده؟ سبحان الله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب. الارهاب حضرتك استاذ احمد خاص بمصر ولا بالعالم كله؟ بقول لك يا استاذ عرفات، استاذ عرفات اتفضل. امبارح انا قلت الخبر ده وحضرتك دخلت شككت فيا وفي مهنيتي وفي الاعلام عموما بتاعنا. ايه راي حضرتك في نفسك قدام نفسك لما طلعت كل الناس بتتكلم عن الحادث وحضرتك ما كانش عاجبك ان احنا بنقوله لحد ما طلع عمرو اديب قاله؟ اقتنعت يا استاذ عرفات ان في حادث ولا ما اقتنعت؟ اقتنعت بالتفاصيل ولا بالحادث يا استاذ احمد؟ اقتنعت ان في حادث يا استاذ عرفات ولا لا؟ ما احنا العالم كله عارف ان في حادث والقنوات متكلمه. اوه يعني دلوقتي بقى العالم كله عارف ان في حادث وانت امبارح كنت بتكذب يا استاذ عرفات؟ لا، المهنيه ان انت تنقل عن مصدر يا استاذ احمد. لا انا والله امبارح كان عندي اربع مصادر يا استاذ عرفات. المهنيه تعالى اعلمها لك، لما يكون عندك ثلاث مصادر بيتكلموا عن نفس الخبر فمن حقك تتكلم عنه. انا امبارح كان عندي على الاقل اربع مصادر وقلت لحضرتك امبارح انت مش هتعلمني المهنيه يا عرفات علشان انا الحمد لله مهني اكتر من كل اللي انت بتتابعهم في اعلام السامسونج يا فندم. انت بتحكم على الناس ازاي يا استاذ احمد؟ ان انا بنتفرج على جميع البرامج عندك وعندي غيرك، وزي ما قلت لك انا ليا دماغ وليا وزن اوزن بويا يا استاذ احمد. أيوه. انت ليه بتتغاظ من ان انت بتسمع؟ يعني انت ذكرت في الحلقه دي الوحيد ايه احمد موسى ونشأة الديه وعمرو اديب اكتر من ذكرك لاي حد تاني. هي الناس دي مؤثره معاك للدرجه دي يا استاذ احمد؟ لا والله الناس دي كدابين وانا بطلع اقول للناس واكشف كذبهم زي ما حضرتك مضلل وبطلع اقول للناس وبخليك تتكلم علشان يعرفوا قد ايه اسلوب التضليل اذا كان حد بيصلتك او اذا كان ده اسلوبك. فدي اساليب تضليل يا جماعه. عرفات خطر على العقل وخطر على المنطق، لا تكن مثل عرفات. عزيز المواطن، عرفات يحترف لوي النصوص الدينيه ولوي الحقائق وتشتيت المواطن ويحترف دس السم في العسل. اياك ان تكون مثل عرفات، فعرفات مثال سيء لاستخدام الحريه والمساحة التي نعطيها له حتى يروج فيها أكاذيب ويشكك في مهنية من يعطيه الفرصة للكلام بينما لا يستطيع أن يجد فرصة مع الناس اللي شايف إن هم مهنيين زي أحمد موسى والديه. شكرا أستاذ عرفات.